هذا الطائر ربما لا يعرفه كثير منا، فهو يعيش في مكان بعيد جدا عن منطقتنا. يدعى طائر الكيوي، وهو من الطيور التي لا تطير. قبل نحو 1000 عام كان يتجول بحرية تامة على أرض نيوزيلندا، حتى جاء بعض البشر الذين جلبوا معهم بعض الثدييات المفترسة لينخفض عدد الطيور المحلية التي لا تطير مثل الكيوي. المسؤولون في نيوزيلندا يقدرون أنه لم يتبقى سوى حوالي 70,000 طائر كيوي في البلاد، ووضعت مبادرة الهدف منها عودة الكيوي للحياة البرية مرة أخرى، تتمثل بإطلاق 250 طائراً على مدى السنوات الخمس المقبلة، وأن ترجع زغزغتها المتميزة كجزء من الحياة اليومية في ضواحي العاصمة النيوزيلندية.